بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على آخر ميثود اوف سيل انجري، هي الانتراسيلولار اكيوميليشن، وده آخر موضوع في شابتر سيل انجري. الانتراسيلولار اكيوميليشن ده ان ساعات مع سيل انجري بيحصل اكيوميليشن لسبستنس جوه السيتوبلازم بتاع الخلايا. ممكن الاكيوميليشن ده يبقى في السيتوبلازم او في النيوكليوس او في اذر اورجانيلز، بالذات اللايزوزوم. الانتراسيلولار اكيوميليشن ده بيجي منين؟ لاما ان adequate ريموفال of normal substance، يعني normal substance الخلايا بتصنعها أو بتنتجها بيحصل abnormal removal ليها، بيحصل فيه defects في الميكانيزمز of packing وترانسبورت، زي الفاتي تشينج اللي بيحصل في الليفر. الليفر مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الفات، فأما بيحصل فيه defects في الباكينج وترانسبورت للفات، وهنشرحه بالتفصيل، هنلاقي ان الفات دروبلتس اكيومونيت في السيلز في السيتوبلازم بتاع السيل. تاني حاجه ممكن الانتراسيلولار سبستنس تيجي من ابنورمال انترجنال سبستنس نتيجه جينيتيك او اكوايرد ديفكت في الفولدنج او الباكينج او الترانسبورت او السكريشن، زي في بعض الخلايا بتصنع بروتينز، البروتينز دي المفروض بيحصل لها بفولدنج وباكينج وترانسبورت وسكريشن. لو حصل اي ايرور لاما جينيتيك او اكواير لاي مرحله من المراحل دي، هيحصل اكيوميليشن للبروتين ده في السيتوبلازم. زي خلايا الليفر بتصنع ماده اسمها الفا 1 انتوتريبسين، وده نوع من البروتين، فأما يبقى فيه defect في البروتين folding أو transport، يحصل accumulation للأبنورمال بروتين ده اللي هو الألفا 1 antitrypsin في السيتوبلازم بتاع الليفر سيل. تالت حاجة إن تيجي endogenous substance، دي substrate المفروض بتكسر أو بيحصل لها ميتابوليزم في خلايا معينة زي الليفر، برضو المفروض انها بيحصل لها ميتابوليزم، بيحصل بيبقى بتولد الطفل عنده inherited enzyme deficiency، في enzymes بتكسر الكربوهيدرات فتعمل تؤدي عدم وجودها او عدم الديفيشنسي بتاعها يؤدي ل glycogen storage disease، في enzymes بتكسر البروتينز برضه تعمل، في enzymes بتكسر الفوسفوليبيدز، فكل دول بيعملوا storage disease، واسمها الاسم الثاني ليها اسمه lysosomal storage disease، أو تبقى بقى مواد خارجية خالص exogenous substance. الخلايا بتبقى معرضة ليها بكمية كبيرة قوي، ما بتقدرش تجريد ال exogenous substance ده، زي الكربون والسيليكا، في بالذات في البوليوشن ومع السيجاريت زي كاربون سيجاريت سموكينج، بيبدا الكربون بارتكلز والسيليكا بارتكلز يحصل لها باينوسايدوزس زي ما احنا شايفين، وتخش جوه السيل واكيوميليت جوه السيل، السيل ما بتقدرش تعمل لها ديجراديشن او ميتابوليزم. اشهر مثال للانتراسيلولار اكيوميليشن هو الفاتي تشينج اللي بيحصل في الليفر. الفاتي تشينج ليه اسم تاني اللي هو الاستياتوزس، ليه اسم علمي تاني اسمه استياتوز. ايه هو بقى الفاتي تشينج في الليفر؟ ده بيحصل اكيوميليشن تراي جلسرايد في البرانكيمال سيلز في الهيباتوسايتس. لو بنفتكر الهيستولوجي بتاع الليفر، الليفر بيتكون من كوردس من الهيباتوسايتس، الهيباتوسايتس دي ماشيه بشرايط كده تو سيل بليد ثيك، وبتبقى مكونة من هيباتوسايت. الهيباتوسايت دي خلية لها سيتوبلازم أحمر abundant acidophilic cytoplasm rounded nucleus وprominent nucleolus، عاملة زي البلاطات، بلاطة جنب بلاطة.
المفروض الخلايا دي عاملة زي البلاطة الحمراء، أما بيحصل فيها accumulation للفات يبدأ يظهر clear vacuoles زي ما احنا شايفين كده، vacuoles clear بيضة. ليه clear؟ لأن احنا في طريقة الهيماتوكسين والميوسين، وزي ما اتكلمنا على tissue process بالبارافين قبل كده، قلنا إن هو بيمر في مجموعة من المحاليل من ضمنها fat solvent solution زي الزيلين، فالفات بيدوب أثناء البروسيسنج فبيسيب مكانه clear vacuole. فالسل اما اكيوميليت فات تبدا يبقى الفات في الاول بيبقى اكيوميليت في مايكرو فيزيكلز، بنسميه مايكرو فيزيكلر استياتوزس او مايكرو استياتوزس، نلاقي مالتيبل دروبلتس كده في السيتوبلازم عامله سترو بيري ابيرنس، وبعدين بعد كده اما بتزيد كميه الفات تبقى وان لارج جلوبيول، واللارج جلوبيول دي بوش ذا نيوكلاس تو وان سايد اوف ذا سيل جيفينج سيجنال رينج appearance، تدينا شكل السيجنت رينج اللي هو الخاتم اللي في الايد. اهم سبب اشهر مكان بيحصل فيه الاستياتوزس ده او الفات تشينج ده هو الليبر، لان الليبر هو الاورجان اللي مسؤول عن الفات ميتابوليزم. اما بيزيد قوي بيبقى سيستميك، ممكن يبقى انفلتريت الهارت والسكليتال ماسل والكيدني والاذر اورجانز. السبب اسبابه في اسباب متعدده، اهمها المال نيوتريشن او الستارفيشن، الاوبيستي، الهايبوكسيا، التوكسينز، بعض التوكسينز زي كاربون تترا كلورايد، البروتين مال نيوتريشن، الديابيتس ميليتس، واشهر سببين هم الالكول ابيوز والديابيتس، وكورتيزون ثيرابي كمان من ضمن الاسباب. علشان نفهم ازاي الفات او الدراي جلسرايد بأكيوميليت في الليفر، لازم نعرف الميتابوليزم، النورمال ميتابوليزم بتاع الليفر. عندنا اما بيحصل انجشن لفات او دراي جلسرايد بيبقى ابزوربت على هيئه فري فاتي اسيد وبيمشي في البلاد، وبعدين يخش الليفر الفاتي اسيد دي. السورس الثاني بتيجي من الاسيتات، الاسيتات بتتحول لفاتي اسيد كمان. المفروض ان في كذا مخرج للفاتي اسيد دي، لما يحصل لها اوكسيديشن وتتحول لكيتون بودز وثاني اكسيد الكربون، او تخش في تصنيع الفوسفوليبيدز اللي بيصنع الممبرين، او تخش في تصنيع كوليسترول استر، او تتحول لترايجلسرايد بانزيم اسمه جلوسيريل فوسفيت. الدراي جلسرايدز بعد كده المفروض ان هي تخرج من الليفر، ما تبقاش اكيوميليتد جوه الليفر، لا المفروض تخرج من الليفر عن طريق اللايبوبروتينز، ببروتين اسمه ابو بروتين، هو انزيم اسمه ابو بروتين يحولها للايبوبروتين اللي تبقى اكسكريتد من الليفر. ايه بقى الكوزس بتاعت الاكيوميليشن بتاع الترايجلسترايدز او الفات في الليفر؟ اول حاجه increase fatty acid entry في الليفر، اول خطوه الفاتي اسيد ده بيبقى كتير او الفري فاتي اسيد، ده نتيجه ايه؟ الاوبيستي، الناس اللي هم اوبيس بياخدوا هاي كالوريز كتيره، الستارفيشن بيجي فاتي اسيد مش من الاكل بقى، لا ده من المخزون بتاع الجسم في الفات اريا، والكورتيزون ثيرابي. تاني سبب انجريز الفاتي اسيد سينسس من الليفر من الاسيتات، احنا شفنا ان تاني سورس للفري فاتي اسيد هي الاسيتات، والاسيتات ده بيجي من الالكوهول. ديكريز اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، المفروض ان الفاتي اسيد ده يتحرق بالاكسيديشن ويتحول لكيتون بودز وثاني اكسيد الكربون، بيقل الاكسيديشن في حالات نقص الاكسجين زي الهايبوكسيا والانيميا والريسبيراتوري فاليور. increased esterification of fatty acid to triglycerides، the triglycerides بتزيد في مع زيادة الاسترفيكيشن زي حالات الألكول برضو والديابيتس ميليتس. decreased formation of apoprotein، الأبوبروتين بقى اللي هو المسؤول إنه يشيل الترايجلسرايدز ويخرجها بره الليفر، بيحولها اللايبوبروتين ويخرجها بره الليفر، ده بيقل. بيقل بقى لإما فيش بروتين مال نوتريشن لأن هو مادة بروتينية، أو الكحول كمان بيأثر على الخطوة دي، والكربون تترا كلورايد توكسيستي. جروسلي بقى، جروس لو أنا شفت ليفر فيه فاتي انفلتريشن أو فاتي تشينج،
هلاقي الليفر ده عندنا هنا سلايس من الليفر، الليفر ده هنلاقيه انلارجد زي ما احنا شايفين لارج ان سايز، ممكن يوصل ل 3 كيلو. واما نيجي نحسه نحس ان هو فيري سوفت زي الفات بالظبط، with rounded borders لونه يلو زي الفات، cut section bulging، ونحس ان هو greasy to touch، greasy يعني مدهن. بالميكروسكوب زي ما احنا قلنا الليفر سيل اكيوميت الفات اللي بيبان بالهيماتوكسين واليوسين as clear vacuoles. الفاكيولز دي بتبقى الاول مايكروستاتوزس سمول مالتيبل وسمول ومليانه فيه خليه، وبعد كده تبقى وان لارج فاكيول بوش نيوكلس تو وان سايد تدينا سيجنت رينج ابيرنس للخلايا، وده مع الهيماتوكسين واليوسين. طيب هل في صبغات تانية للفات؟ في صبغات تانية بتصبغ الفات؟ ممكن نصبغ الفات بصبغات خاصة، بس لازم في الحالة دي التيشو ما يتمررش ببارافين بلوكس، لا يتجمد بطريقة الفروزن سيكشن علشان ما يمرش في المحاليل اللي بتعمل صلب اللي هي صلبنت للفات. ففي الحالة دي بيصبغ بصبغة اسمها سودان 3 اند اويل ريد او، دول صبغتين بيدوا لون اورنج ريد للفات، يعني الفات جلوبيوز دي بدل ما نشوفها كلير نشوفها لونها اورنج ريد. وصبغه ثانيه اسمها اوزميك اسيد بتصبغه بلاك ان كلر. في تاني ماده ممكن تترسب في الخلايا هي كوليسترول والكوليسترول استرز. الكوليسترول ده بيأكيوميليت ده كده تيك افكت في الكاتابوليزم، يعني في الميتابوليزم بتاعه او اكسسيف انتيك للكوليسترول. بيغذى دايما الكوليسترول في الماكروفاج وفي السموث ماسل في الفيزل وول، بالذات في الارتيريال بلاد فيزل وول، ويؤدي لتصلب الشرايين اللي هو الاثيروسكلوز. زي ما احنا شايفين الصوره دي، ده وول من بلاد فيزل ارتري ارتيريال بلاد فيزل، بيبقى فيه هنا في اليومن في ار بي سيز مالتيبل ار بي سيز وماكروفاج اللي هو الوايت بلاد سيلز وريد بلاد سيلز، وبعدين الوول بيبقى فيه انتما ويبقى فيه ماسل وول اللي هو سموث ماسل، شايفين السبندل شيب سيلز دي، دي سموث ماسل سيلز. وبعد كده بيبقى فيه الادفنتاشيا، دي بيبقى وول جزء من الوول بيبقى عباره عن كونكتيف تيشو. الكوليسترول اللي هو الاصفر ده ديبوزيت هيترسب في الميديا مني سب انتمال تحت الانتما في الميديا الميديا الوول، وبيترسب في الماكروفاج. هنلاقي الماكروفاج دي تتحول لفومي ماكروفاج، ماكروفاج بلع كوليسترول او بلع فاتي سبستنس، وكمان بيترسب جوه في الخلايا بتاعت السموث ماسل، ودي اللي بتعمل لنا الاسيروماتوس بليك اللي هو بتاع تصلب الشرايين. كده اتكلمنا على الفات اما يبقى accumulated في السيلز. ممكن بروتينز تبقى accumulated في السيلز. في مثال مشهور لده كيدني سيكشن من الكيدني، زي ما احنا قلنا قبل كده كيدني بتتكون من جلومرولس، ودي بتبقى طفت من كابيلاريز، وبتتكون من تبيول زي دي اللي هي بتبقى لاين بيكوبيكال ابيثيريال سيلز وفيها اليومن، وفي نوعين من التبيولز كونفوليوتد و ديستال كونفوليوتد تبيولز اسندنج وديسندنج كونفوليوتد تبيولز، وفي لوب اوف مجموعه من التبيولز يعني كلها بالهيستولوجي شبه بعض، يعني الفروق بتاعتهم بسيطه. في بعض الديزيزز زي النيفروتك سندروم، النيفروتك سندروم ده ديزيز بيحصل ليكج، المفروض ان الالبومين بيحصل له فلتريشن عن طريق الجلوميرولوس وينزل في البومانس كبسول، لكن معظمه يحصل له ري ابزوربشن. كل الالبوم المفروض بيحصل له ري ابزوربشن عن طريق الكونفوليوتد تيوبيولز علشان يرجع للدم تاني، لان الالبوم ده بروتين في البلازما مسؤول عن الاسموزس بتاع البلازما، ماشي، من اهم بروتينات الدم. اللي بيحصل في النفروتك سندروم ده ان بيبقى فيه ديفكتس في البومانس كبسول في الفلتريشن في البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولر فلتريشن، وبيحصل ليكج للالبومين
من البيزمنت ممبرين ده وينزل في التيوبيولز. فالتيوبيولز بتحاول انها تعمل له ري ابزوربشن، لكن من الكميه الرهيبه بتاعت الالبومين، الالبومين تقريبا كله بينزل مش جزء منه زي الطبيعي، فبينزل بكميه كبيره، فالكمبليوت التيوبيولز تبدا تبقى السيتوبلازم بتاعها اكيوميليت الالبومين ويظهر على شكل بينك هايلاين مولوبيولز كده زي ما احنا شايفين. ده نتيجة larger reabsorption of protein وده disorder مع الهيبي بروتين linkage across glomerular filter في النفروتك سيندروم ديزيز. زي ما احنا شايفين هنا ده تيوبيول مكونة من cubical epithelial cells لها rounded nucleus وسيتوبلازم، سيتوبلازم مليان هايلاين بينك هايلاين سيتوبلازميك دروبلت. في بروتين تاني برضو ممكن يبقى accumulated جوه الخلايا زي البروتينات اللي هي بتاعت الاميونوجلوبولين اللي هي الانتيبوديز اللي بتصنع في البلازما سيلز. احنا عارفين ان البلازما سيلز هي مصانع الانتيبودي. الانتيبودي ده نوع من البروتين اسمه اميونوجلوبولين وبيصنع جوه السيتوبلازم بتاع البلازما سيلز. البلازما سيلز نورمالي بتبقى لها كارتويل نيوكليوس اكسنتريك وسيتوبلازم بانك على جنب. اما بيزيد الاميونوجلوبولين فيها بكميه كبيره قوي تبدا تزق النيوكليوس على وتعمل فلاتنينج للنيوكليوس كده، وممكن كمان تطرد النيوكليوس خالص بره الخليه وتبقى كل الخليه شكلها هايلاين بينك بالمنظر ده. بيسموها راس البطس في الوقت ده، بتسمى راس البطس. كمان نوع من البروتين واحنا اتكلمنا عليه قبل كده مع الميس فولدنج بروتين الاميلويد اللي ديبوزيتد في النيوروسايتس بتاعت البرين في حالات الزهايمر، ده بنسميه نيورو فايبريلاري دانجلز زي الشكل ده. الخليه النيوروسايت تبدا تبقى انلارجد وتبقى بيراميدال ان شيب واكيوميليت انتراسيتوبلازميك بروتين اميلويد. بعد كده يبقى كده اتكلمنا على البروتين اكيوميليشن والفات اكيوميليشن. في بقى الكربوهيدرات اكيوميليشن، اكثر كربوهيدرات اكيوميليتد هو الجلايكوجين، وده بيحصل انتراسيلولار ديبوزيت للجلايكوجين اسوشيتد طبعا مع ابنورماليتيز في الميتابوليزم اما في الجلوكوز او الجلايكوجين. واشهر ديزيز بيعمل جلايكوجينوليسيس اللي هو الدايبيتس بليتس. في البورلي كنترول دايابيتس ميليتس الجلايكوجين اكيوميليت في الرينال تيوبولار ابيثيليوم وفي الكارديك مايوسايتس وفي البيتا سيلز بتاعت الايلتس اوف لانجرهانز. كمان في الديزيزز اللي فيها ديفيشنسي للجلايكوجين انزيمز جلايكوجينوليسيس انزيمز ديفيشنسي المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الجلايكوجين اللي هو جلايكوجين ستورج ديزيز، برضه بيبقى فيه اكيوميليشن للجلايكوجين جوه الخلايا. البيجمنتس بقى، البيجمنتس دي لما تبقى ده معناها colored substance، بيجمنت يعني substance وعليه لون colored substance stain زي الستين كده. البيجمنت لما تبقى endogenous pigment لما تبقى exogenous pigment. الاكسوجينوس بيجمنت الاندوجينوس بيجمنت دي زي بتيجي لما من هنتكلم عليهم زي الميلانين. الميلانين ده اول حاجه اللي هو بيبقى موجود في السكن وبيدي الكالر بتاع السكن والايرس وبيدي الكالر بتاع الايرس فبيدي لون العين ولون السكن. والميلانين ده بيصنع في البيزمنت ممبرين، نشوف هنا بيصنع هنا السكن دايما بيبقى مكون من طبقتين، طبقة بنسميها إبيدرمس وتحتها اسمها ديرمس. طبقة الإبيدرمس دي مكونة من سيك إبيثيليوم بنسميه ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم وكفرد بكيراتين مالتي لايرز أوف كيراتين. ماشي. البيزل سيل لاير دي بيبقى فيها الميلانوسايتس والميلانوفاج. الميلانوسايتس والميلانوفاج دي الميلانوسايتس هي اللي بتصنع الميلانين اللي بيسنسيتايز الميلانين، والميلانوفاج هي اللي بتخزن الميلانين وتبدا تحقن الميلانين في الاذر بريكل سيل لاير عشان تدي لون السكين. الطبقه اللي تحتانيه دي اللي هي الدرمس دي بيبقى فيها كونكتيف تيشو لوز كونكتيف تيشو بانك كده، ونلاقي فيه
البلاد سبلاي بتاع السكين والنيرف سبلاي والليمفاتكس، ونلاقي فيه السكين ابنديجز زي السويت جلاندز والسبيشال جلاندز. ماشي، يبقى ده مكان الميلانين. في صبغة تانية اكسوجينوس دايما زي التاتوي، زي حالات الناس اللي بتحقن صبغة لون معين في السكين وتعمل تاتو، ده برضو اكسوجينوس بيجمنت، وتبدأ يبقى التاتوينج ده برضو تبدأ تحاول الماكروفاج انها انغلف البيجمنت دي، لكن ما بتقدرش انها تعمل لها دايجيشن فتفضل موجودة لسنين طويلة. الاندوجينوس بيجمنت كمان في عندنا الاكسوجينوس كمان زي الكربون، اتكلمنا على الكربون قبل كده ان سيجاريت سموكينج دخل كربون كتير جدا في اللنج وفي الليمف نود، الدريننج اللنج اللي هي الهايلر ليمف نود زي الصوره دي، والماكروفاج الموجوده في الليمف نود انجلف الكربون بارتكلز اللي بتبان كبلاك دوتس دي، وما بتقدرش تعمل لها ميتابوليزم فتفضل موجوده جوه الليمف نودز، وتبقى بتفضل موجوده كمان في اللنج، وتدينا بلاك ديسكاريشن اللنج وبلاك ديسكاريشن الليمف نود، ودي بنسميها انثراكوزس. هي بتبقى بس انفولفمنت في الماكروفاج لكن ما بتعملش اثر باثولوجي. يعني بعد كده هنتكلم في الترم الثاني ان شاء الله على السيليكا انديوس، يعني البارتكلز بتاعت السيليكا انديوس فايبروزس، انما دي ملهاش هارمفول افكت قوي غير بس الديسكلاريشن. دي كاربون بارتكلز. في اندوجينوس بيجمنتس زي احنا قلنا الميلانين، وفي اللايبوفيوزين، لايبوفيوزين بيجمنت ده بيجمنت طالع من بيعتبر وير اند تير بيجمنت، ده براونش يلو جرانيولار ماتيريال زي ما احنا شايفين، ده كاردياك مايوسايتس، شايفين الكاردياك مايوسايتس، وجوه السيتوبلازم بتاعها في اللايبوفيوزين بيجمنت، وده بيبقى موجود في الهارت وفي الليفر وفي البرين كبروسيس اوف ايجينج اوف سينيليتي او اتروفي. بيكون من الكومبلكس من الليبيد والبروتين جايه من السيل ممبرين، الدستركشن بتاع السيل ممبرين، اما بيحصل مالتيبل اوتوفاجي للسيلز، واما بيحصل في دستركشن للسيل ممبرين عن طريق الفري راديكلز بيروكسيديشن للدبل بوند الموجوده في الساتوريتد فوسفوليبيدز الموجوده في سيل سب سيلولار ممبرينز، وده احنا قلنا مع الايجنج مع مرور الايام وكثر التعرض للفري راديكالز بتبدا اكيوموليت اللايبوفيوزين بيجمنت ده، او ليه اسم ثاني اسمه لايبوكروم بيجمنت، وده بيدينا في الاخر الهارت. اشهر مثال ليه الهارت براون اتروفي اوف ذا هارت، يبقى الهارت سمولر ان سايز ولونه براون، ده مع السينيريتي وده نوت انجرس لكن ماركر فور باست فري راديكال انجل. في بقى هيموجلوبين درايفد بيجمنتس، هيموجلوبين درايفد بيجمنتس زي البيلروبين اللي هي الصفراء، البيلروبين دي بتظهر اللي هي في حالات الجوندس او الصفراء بالعربي، بتظهر في السكين يدي يلو ديسكولوريشن في السكين وفي السكليرا في الوايت سكليرا بتاعت الاي. في كمان الهيموسيدرين ده درايف برضو من الهيموجلوبين من تكسير الار بي سيز، الار بي سيز لما بتكسر لهيم وجلوبين، الهيم ده بيكسر لايرن بيبقى فيه ايرن، فالهيموسيدرين يعتبر ايرن بيجمنت، ايرن كونتيننج بيجمنت، في جولدن يلو بيبقى لونه جولدن يلو تو براون زي ما احنا شايفين جرانيولار، موجود في السيتوبلازم بتاع الليفر سيلز الهيباتوسايت في حالات الاكسس ايرون. بالكيميكالي بلاقوا ان هو فيريتين ميزلز، الفيريتين ده هو المخزن او البروتين اللي بيشيل الايرون. ماشي، الـ بنلاقي فين الهيموسيدرين ده؟ بنلاقيه في الاماكن اللي فيها بلاد، يعني لو واحد خد تروما وحصل هيماتوما، الهيماتوما دي بعد ايام نلاقيها تبدا تسنتجويد ونلاقيها سايبه هيموسيدرين. الهيموسيدرين ده عشان فيه ايرون بيصبغ بصبغه للايرون اسمها براشن بلو اللي هي الصبغه الزرقاء دي الهيباتوسايت، شايفين انها ماشيه ان كولدس وبينها وبين بعضها بلاد ساينوسايت، تلاقي هنا في ايرون بيجمنت جرانيولار
ايرون واخد براشن بلو، والبيجمنت ده نورمال ان انا الاقيه في الاماكن اللي فيها بلاد كتير زي البون مارو اللي هو المصنع بتاع البلاد، والسبلين اللي هو المخزن البلاد، والليفر لانه برضو فيه بلاد كتير، من واي مكان فيه ايجنج ريد سيلز برضو هنلاقي فيه هيموسيدرين. اكسسيف ديبوزيشن اوف هيموسيدرين بنسميه هيموسيدروزس. الهيموسيدروزس ده بيحصل فيه انجولفمنت، تبدا يحصل فيه الهيموسيدرين نلاقيه في كل الاورجنز الثانيه بقى، تلاقيه في الكيدني وفي الليفر وفي الهارت وفي التستس وفي الاذر تيشوز، لكن ما بيعملش انجري، يعني مجرد بس بيجمنت اكيوموليت في السيتوبلازم بتاع السيل. انما لو الايرون ده زاد قوي وبقى هيريديتري، في هيريديتري ديفيشنسي في الايرون ميتابوليزم او في الايرون ابزوربشن ميكانيزم بنسميه هيموكروماتوزس. والهيموكروماتوزس بيفرق عن هيموسيدروزس ايه؟ هو ايرون بيجمنت برضه، لكن الهيموكروماتوزس انديوز فايبروزس حواليه، تبدأ يحصل فايبروزس وديستراكشن للتشو زي الليفر، بينتهي في الاخر بليفر سيروز. يبقى الهيموكروماتوزس ده فيري هارمفول، انما الهيموسيدروزس لا. ماشي. بعد كده في باثولوجيك كالسيفيكيشن بقى، ان يحصل تكلس مرضي. التكلس المرضي ده ديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس with smaller amounts of iron، ممكن يبقى معاه iron او magnesium او other minerals. في نوعين من الكالسيفيكيشن المرضيه، واحد اسمه dystrophic calcification، واحد اسمه metastatic calcification. الdystrophic calcification ده calcification بيحصل في التيشوز اللي هي يا اما dying tissue، tissue بيموت، disease tissue، او necrotic tissue، dead tissue فعلا. يعني على old scar، على نيكروزس بتاع جيزيس، نيكروزس في التي بي، في السنتر بتاع جرانوما بتاع التي بي ممكن يحصل عليها كالسيفيكيشن. على اولد على اولد ديد بالهارزيا الاوفا يحصل عليها كالسيفيكيشن. في حاجه اسمها في بوليس، في كالماتر واستاندد فور لونج تايم يحصل عليه كالسيفيكيشن. في الحاله دي التشو هو اللي بيبقى ديزيز وبيحصل عليه كالسيفيكيشن، لكن الكالسيوم ليفل في البلاد بيبقى نورمال. الميتاستاتيك كالسيفيكيشن لا، ده بقى بالعكس، هو سبب الكالسيفيكيشن في التشو انه بيحصل ترسبات من الكالسيوم، من زياده الكالسيوم اللي في الدم. الكالسيوم في الدم بيبقى فيه هايبر كالسيميا، فيبدا يترسب الكالسيوم في الاماكن اللي هي دايما الكالسيوم بترسب في الاماكن اللي هي فيها هاي اسيديتي. عشان كده بيترسب الميتاستاتيك كالسيفيكيشن دي في اربعه اورجانس بس: arterial blood vessels، حد بسيط في البينس، وفي الوول بتاع الاستومك، وفي اللنج، وفي الكيدني. الدستروفيك كالسيفيكيشن زي ما احنا قلنا ان هو بيجي على diseased organs كمان، زي diseased valve، الفالف اللي فيها روماتيك فيفر، روماتيك فيفر او مع سينيلتي مع الايجنج. دي هنا دي ترايكاسبت فالف، دي فالف بتاع الهارت اللي هو بيفصل بين الرايت اتريا الليفت اتريا والليفت فنتريكل. هنلاقي ده فالف مكون من ثلاثه ليفلتس، ثلاثه ليفلتس، ثلاث ضلف يعني. الفالف ده هنا البيز بتاعه هنلاقي فيه شوكي هوايت ماتيريال، الكالسيوم ده بيبان زي التباشير، بيبقى شوكي هوايت وفيرم، شوكي هوايت وفيلم وجريتي، جريتي تو سنسيشن، جريتي يعني بيدي جرانيولار سنسيشن كده اما تيجي تقطع فيه، زي الان ريب زي الان ريب زي الاجاص او جمثره اللي هي الان ريب. ده الكالسيوم، وده بيعمل ده بيبقى عشان الفالف ده ديزيزد اصلا، وساعات بيحصل مع الاورتيك فالف مع سينيليتي في الاولد ايج في الالدرلي بيشنت، وبيؤدي لاورتيك ستينوزس. هنا ده كمان ممكن يؤدي لترايكاسبت ستينوزس، ستينوزس يعني ضيق في الصمام، او ترايكاسبت ريجير يعني ارتجاع في الصمام. ايه اسباب الميتاستاتيك كالسيفيكيشن بقى؟ ايه اللي بيخلي يحصل هايبر كالسيميا في البلاد؟
ان يحصل increase في secretion باراثورمون هرمون. احنا عارفين الباراثورمون هرمون ده بيزود الكالسيوم في البلاط، فاي increase secretion زي الهايبر باراثيرويديزم وفي حالات التيومرز في الباراثيرويد جلاند، كل دول يزودوا الباراثيرويد هرمون. وفي بعض التيومرز بتدي اكتوبيك باراثيرويد هرمون زي التيومرز بتاعت اللونج، ودي بنسميها بارانيوبلاستيك سيندروم. اي سبب فيه ديستراكشن للبون، اي سبب فيه ديستراكشن للبون زي الناس اللي بيبقى عندهم تيومرز في البون كمان، او ديزيزز في البون زي الباجيت ديزيز، وامراض كتير هنعرفها بعد كده اما ناخد السيستميك في البون. كمان اي سبب الفيتامين دي، احنا عارفين هو بيرسب الكالسيوم، فاي سبب فيه فيتامين دي ريليتد ديس اوردرز increased vitamin D intoxication برضه هيزود، هيعمل هايبر كالسيمي. كمان احنا عارفين ان الكيدني من الاورجنز المهمه اللي بتعمل فلتريشن للكالسيوم وترجع تعمل له ري ابزوربشن، فاما بيحصل رينال فيلير الكالسيوم هيبقى اكيوميليتد ومش هيحصل له اكسكريشن، ودي برضه كمان في حالات الفوسفيت ريتنشن. كمان الاكسس كالسيوم انتيك، لو حد بياخد كالسيوم في كميه كبيره، لما بياخده في انتي اسيد، واحد عمال ياخد انتي اسيد وفيها كالسيوم وبياخده عمال على بطال بدون بريسكريبشن، ممكن يحصل ديبوزيشن من الكالسيوم في الاورجنز. والميلك الكالي سيندروم ده برضو الناس اللي بتاخد ميلك كتير بكميه كبيره او برضو بيحصل فيه نيفروكالسينوزس، يترسب الكالسيوم في الكيدني ويعمل رينال فيلير ويعمل رينال ستونز. الميتاستاتيك كالسيفيكيشن قلنا بيحصل في ثلاثه تيشوز، في اربعه تيشوز بس، اللي هو الفاسكوليتشر الارتريال بالذات والكيدني واللونج والجاستريك ميوكوزا. هنا دي بايوبسي من الكيدني، واحنا قلنا كيدني عباره عن جلوميرولاي، دي جلوميرولاي اللي هي التافت اوف كابيلاري وحواليها بوبانز كبسول، والتيبيوز اللي هي التيبيوز دي اللي لها اليومن، وهنلاقي الكالسيوم ديبوزيتد في الانترستيشيوم بين في التيشو في الانترستيشيوم، وبيبان جرانيولار بيزوفيليك ماتيريال، ماتيريال بالهيماتوكسين واليوسين بياخد اللون الازرق. وفي معظم الاحيان لما بيبقى بكميه قليله بيبقى نار هارمفول مش انديوس، الا اذا كان اكستنسيف ويعمل ديستراكشن لكل التيشو، ريبليس كل التيشو فيعمل رينال او رينال دامج. يبقى هو بجروسلي بيبقى فاين وايد شوك وايد جرانيوز او جلامبس فيلت از جريتي ديبوزيت. وعرفنا معنى كلمه جريتي معناها ايه. الهيستولوجيك اكزامينشن بيبقى انتراسيلولار او انتراسيلولار اكستراسيلولار بيزوفيليك ديبوزيت. اخر موضوع بقى نتكلم عليه هو السيلولار ايجنج، يعني ايه الايجنج بتاع الخلايا، ازاي الخلايا بتعجز. السيلولار ايجنج ده بنسميه الاسم العلمي اللي فيه اسمه، اهم حاجه بس نعرف الايجنج ده بيحصل ليه. احنا بنتكلم على السيلولار ايجنج لان السيلولار ايجنج ده نوع برضه من السيل انجري او السيل ديجنريشن، وبيسبب امراض كتير منها الكانسر ومنها الزهايمر ديزيز والاسكيميك هارت ديزيز. السيلولار ايجنج ده بيحصل نتيجه بروجريسيف ديكلاين في اللايف سبان بتاع الخلايا، فيحصل progressive decline في functional capacity بتاع السيل. في ميكانيزمز كتيره بتؤدي للسيلولار ايجنج. اول حاجه دي ان ايه دامج، احنا قلنا ان الخلايا طول ما هي عايشه بتنقسم، والانقسام ده بيحصل فيه ايرور دايما او بيحصل فيه دي ان ايه دامج اثناء الانقسام، لكن في سيستم بيعمل بيصلح ريبير الدي ان ايه دامج ده، لكن بيتبقى جزء صغير قوي اكيوميليت على مدار السنين. تاني حاجة decreased cellular replication، كل خلايا لها عدد مرات replication مخزنة جواها بحاجة اسمها الكلوك تايم، الساعة الزمنية للخلايا. الساعة الزمنية دي بيسموها replicative senescence. ده reduced capacity of cells to divide secondary to progressive shortening of chromosomal end. عشان نفهم الحته دي، احنا كل خليه اثناء الانقسام الكروموزوم، احنا عارفين الكروموزوم بيتكون من اثنين كروماتيد وفي سنترومير في النص. الكروموزوم نورمالي في الاندس بتاعته في دي ان ايه ريبير على الاطراف بتاعته، على الاربع اطراف في دي ان ايه ريبير. الدي ان ايه ريبير دول فايدتها ايه؟ فايدتها ان الكروموزوم اول ما ينقسم
في الانقسام الكروموزوم بتبدا ينفصل الاثنين كروماتيد دول عن بعض ويعمل تمبلت، وتبدا تيجي النيوكليوتيدز يحط النيوكليوتيدز على التمبلت ده ويعمل شبيه ليه تاني لحد ما يبقوا تو كوبيز، لحد ما يستوب الديفيجن. استوب امتى بقى؟ اما كل مره مع ديفيجن التوليمر ده اسمه توليمر الاسود ده بيقصر، جزء من التوليمر ده بيفقد اثناء الانقسام واثناء الكوبينج، لحد ما هو التوليمر ده فايدته انه بيمنع الستيكي اندس بتاعه الكروموسوم، يعني بيمنع الكروموسومز ان هي تبقى ستيكي فتمسك مع كروموسوم ثانيه فتعمل ميوتيشن وتعمل جينيتك ايرور. اما بيحصل انقسام كل مره بيقصر التوليمر ده لحد مع كل ريبليكيشن يقصر 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 لحد ما في الاخر يحصل بروكن كومبليت بروكن بروك للدي ان ايه ريبيت ده اللي هو التوليمر ده. في الوقت ده يجي سيجنال للخليه ان الخليه دي تخش في ابوبتوز بقى تموت، يوقف السيل سايكل يوقف البروليفريشن. دي بيعتبروها الكلوك تايم الساعه الزمنيه للخليه التوليمر. ده اللي بيخلي يعمل ايجنج للخلايا. فكل خليه لها بيختلف بقى من خلايا لخلايا، في خلايا الساعه الزمنيه بتاعتها طويله مدتها اطول، وفي حسب اللونجيتيفيتي بتاعت او الشورت بتاع التوليمر ده. بعض الخلايا السرطانيه بتعيش وقت اطول. ليه؟ بتعمل ايه الخلايا السرطانيه؟ نورمالي التوليمر ده كل ما بيكسر بيرجع يتبني تاني بانزيم اسمه تولوميريز. التولوميريز ده ار ان اي نيوكليوتيدز، يعني تمبلت كده من الار ان اي بتعمل عليه تمبلت التوليمر ويبدا يعيد بناء التوليمر تاني بس تو ليميتد اكستنت. ماشي. في الخلايا النورمال بيفيد في نسبه من التولوميريز ده. الخلايا السرطانيه لها قدره بتصنع تولوميريز خاص بيها يرجع بناء التوليمر، فتفضل الخليه عايشه وتفضل مور اجريسيف. الخلايا السرطانيه ما بتموتش بسهوله. ماشي. يبقى ده الريبليكاتيف سينسن، ودي قلنا ان هي اللي هي عدد مرات اللي فيها القدره الكباستي على البروليفريشن. هنا زي اتكلمنا على تولمر وتولمريز وقلنا ان هو تولمريز ده ار ان اي بروتين كومبلكس بيستخدم نفسه ك ار ان اي تمبلت فور ايدنج نيوكليوتايدز تو ذا اند اوف كروموسوم. في كانسر سيل التولمريز بيبقى ري اكتيفيتد والتولمر رينس از ستابلايزد allowing the cells to proliferate indefinitely. ثالث ميكانيزم هو ديفكتيف بروتين هيموستاسيس. الخليه برضو اثناء الحياه يعني مع مرور الزمن بيحصل فيها انكريز تيرن اوفر وديكريز سنسز للبروتين، وفي بيحصل فيه ترانسليشن ايرور في البروتين وديفكتيف اكتيفيتي للشابيرونز والبروتيازومز والريبير انزيمز. فيبقى في ابنورمال بروتين هوموستاسيس افكت السيل سرفايفل والريبليكيشن والفانكشن، وممكن يؤدي لاكيوميليشن للميس فولدد بروتينز اللي تدخل الخليه في ابوبتوس زي حالات الزهايمر. الزهايمر قلنا ده ايجنج ايجنج ديزيز او ديجنراتيف ديزيز، وبيحصل فيه اكيوميليشن لامايلويد في النيوروسايت اللي هو نوع من الميس فولدد بروتينز. يبقى عندنا سيلولار ايجنج لاما دي ان اي دامج من الديفكتيف ري ان دي ان اي ريبير على مدار الزمن، وبيزيد الدي ان ايه دامج اللي بيخلي الخلايا تخش بسرعه قوي كمان اسرع من النورمال اللي هو كارسينوجين اكسبوجر والاسبوراتيك ايرورز بالرياكتيف اوكسجين سبيجز تعمل دي ان ايه دامج وتعمل سيلولار ايجنج. السيلولار سينسنس اللي هو الموجود نورمالي جينيتيكالي في التوليمر شورتنينج يحصل تجريز سيلولار ريبليكيشن يحصل سيل لوس. الديفكتيف بروتين هيموستاسيس يقل البروتين ويبقى فيه دامج بروتين اكيوميليتد ديكريز السيل فانكشن ويؤدي للسيلولار ايجنج. كمان النيوترينت سينسينج في نظريه ثانيه اللي بتقول دي بقى بروتكتيف للسيلولار ايجنج، يعني احنا عندنا من ضمن حاجات اللي هو الفاستنج
الفاستنج ان هو الصيام، الصيام بالنسبه للخليه انديوز، الصيام بينديوز حاجه اسمها انسولين جروث فاكتور. الانسولين جروث فاكتور ده بيقل مع الفاستنج، بيعمل بيقل حاجه اسمها ميديتور اسمه 4 والترد سيرتوينز. سيرتوينز ده بيفرز مع الفاستنج، يعمل altered ترانسكريبشن، يقوم يزود الدي ان ايه ريبير ويزود البروتين هيموستاسيس. فعشان كده وجدوا ان الفاستنج بيقلل السيلولار ايجنت، يعني ده انتاجونايز كل البروسيس دي، كاونتر اكت ايجنت. وكده نبقى خلصنا السيل انجري، سب شابتر السيل انجري. واي سؤال دكاتره؟ دكتوره لو بس لو ترجع على السلايد رقم 7 او 8 ماشي يعني تمام. الفاتي تشينج. بالضبط هون لا هنا الليفر تحت اه رقم 10 ده 10 10 10 ده لا اللي بعده. ده ايوه بالضبط دكتوره. هسه بالنسبه للباترنز اوف فاتي تشينج ان ذا ليفر اه دي في باترن في الليفر، السنترال بس ده بيقول لك شكل الديستريبيوشن بتاع الفاتي تشين. الباكيول دي الاقيها يا اما متنطوره فوكال، دي في الحالات اللي فيها راندوم سنجل او سمول كلاستر زي في الفايرال هيباتيتس. الفايرال هيباتيتس سي بيعمل فاتي تشينج فيعمل راندوم كده فوكال في كل الليفر. يا اما زونال، زونال يعني ايه؟ يعني الاقي الاستياتوز ده متركز في زونز معينه في الليفر. الليفر بيتقسم نورمالي لثلاثه زونز هيستولوجيكالي، يعني الثلاثه زونز دول من احنا عارفين ان الليفر بيبقى من بره، الاسينس بتاع الليفر بيبقى من بره في حاجه اسمها بورتال تراكت. البورتال تراكت ده فيه ثلاثه برانش من الهيباتيك فين، وبرانش من البورتال بورتال فين وهيباتيك ارتري وبايل داكت. ماشي. البورتال تراكت ده المفروض ان البلاط بيطلع من الهيباتيك ارتري في البورتال تراكت ويمشي في الساينوسايتس اللي بين الهيباتوسايتس ويصب في السنترال فين. ماشي. فعشان كده بيتقسم لثلاثه زون. زون واحد ده اللي هو ناحيه البورتال تراكت، وده بيبقى السيلز فيه موستلي اوكسجينيتد، يعني اكتر سيلز فيها اكسجين هي اللي السيلز اللي قريبه من الهيباتيك ارتري، عشان احنا عارفين الارتريال بلاد فيه اوكسجين. وبعدين زون الزون اللي في النص ده اوي شويه، وبعدين البريفرال زون اللي هو اللي حوالين السنترال فين. فعشان كده الاسباب اللي فيها هايبوكسيك انجري، هايبوكسيك انجري يعني نقص اكسجين، يبقى الارتريال بلط مش فارق، يعني يبقى اكتر مكان هيتاثر بالهايبوكسيا هو ابعد مكان عن الارتري. يبقى زون ثلاثه ده بنسميه سنتري زونال، سنتري زونال يعني حوالين السنترال فين. فزون ثلاثه ده يبقى اكتر واحد متاثر بالهايبوكسيك، الاسباب اللي سببها هايبوكسيك انجري. يبقى في استياتوزز كتير، ما الاستياتوز بتركز في الخلايا اللي حوالين السنترال فين. ماشي. انما لو سبب توكسيك توكسينز زي الكحول وزي الكربون تترا كلورايد، ده نلاقي اول خلايا هتقابل التوكسين اللي هو طالع من الارتريال بلاد هي اللي هتبقى اكتر خلايا متاثره. يبقى زون واحد اللي هو زون 1 اللي هو البريفرال زون اللي ناحيه البورتال تراك. ماشي. فاهمين؟ لاما يبقى ديفيوز بقى خالص وماسك انا بس كل خلايا الليفر يبقى فيها استياتوزس، وده في الري سندروم. والري سندروم ده اللي هو الناس دايما بيقول لك في الاطفال ده نوع من السيل انجري بيحصل دايما في مع الاسبرين انتيك. الاسبرين اما حد بياخد اسبرين بالذات في الاطفال ممكن يحصل ماسيف فاتي انفلتريشن في الليفر ويعمل ليفر سيل فيلير. ودي حاجات يعني بالنسبة للزونال يعني الثري زونز مش هم نفسهم اللوبز، الرايت لوب والليفت لوب والكود اللوب؟ لا ده اناتوميكال، الرايت لوب والليفت لوب دول اناتوميكال. هيستولوجيكال بقى
كل لوب من دول في الوحده المكونه ليها اسمها اسينوف، اسمها ليبر اسينوف. هتاخده ده في الهيستولوجي كويس، في الهيستولوجي المفروض هتاخده بعدين. يعني الاسينوس ده بيكون، انا اوري لك صوره خليك معايا، اعمل لكم شيرنج لصوره توضح شكل الاسينوس بالهيستولوجي، يعني اللي هو الوحده الهيستولوجيه او الفانكشنال يونت بتاعت الليفر. طيب ثانية واحدة، أنا هلغي الشيرنج بتاع ده وأعمل لكم شيرنج لحاجة تانية علشان الصورة توضح بس. شيرين شايفين الصورة دي ظهرت؟ ظهرت الصورة دي؟ ظاهرة. هنا ده البورتال تراكت، الهيباتوسايتس ده بيبقى كده زي بيراميدال شيب، بيبقى دايما الهيباتوسايت زي ما احنا قلنا ماشيه في كوردس وبينها وبين بعضها بايل كاناري فيلاي، وفي بلاد ساينوسايتس اللي فيها الار بي سي دي. والمفروض ان اتجاه الدم بيبقى من البورتال تراكت دي اللي على البريفري، بنسميه زون 1، ده البريفرال زون. وبتتجه الدم الساينوسايتس من هنا البورتال تراكت ده، في برانش الواسع ده، ده برانش من البورتال فين، وفي برانش وبايل داكتس، وفي برانش من الهيباتيك ارتري بيبقى ثيك وول ماسكولار وول كده. الدم بيجي من الهيباتيك ارتري يقوم ماشي ماشي في البلاد ساينوسايتس بين الخلايا بين الخلايا لحد ما يصب في السنترال فين، ده يصب في السنترال فين. فالدم اكتر مكان هيبقى اوكسجينيتد هو الاقرب للهيباتيك ارتري اللي هو زون 1. فعشان كده الأسباب اللي هي الهايبوكسيك اللي هي أسبابها في decreased oxygenation هي اللي هتبقى يعني أكتر، يعني زون 1 ده هيبقى oxygenated كويس لأنه هياخد شوية من الهيباتيك artery، إنما دايما في النورمال حتى الزون ده بيبقى أقل oxygenation، لأن على ما بيوصل للسنترال فين بتبدأ الخلايا تستخدم الأكسجين، فعلى ما توصل هنا يبقى الخلايا دي هي أضعف خلايا بالنسبة للأكسجين، أقلهم احتمالا لفقدان الأكسجين. فعشان كده في الهايبوكسيك بوزيت نلاقي زون 3 ده اللي هو السنتري زونال اللي حوالين السنترال فين، ده اللي بيبقى فيه استياتوز أو فاتي تشينج أكتر حاجة. إنما التوكسيك كوزس يعني الالكول، التوكسين طبعا بيطلع مع الدم، فاي ماده توكسين اول خلايا هتقابلها هي الخلايا دي المجموعه دي، فدي اللي هتتاثر اكتر واحده. بعد كده مع الفلو بتاع الدم هيبدا يقل نسبه التوكسين، لان هي خلاص الخلايا دي اكتر واحده تعرضت للتوكسين فاتاثرت، يبقى زون 1 بريفرال زون.
اللي هي البريفرال زون. ماشي، في صورة تانية هنا كمان الزونز، ها زون 1 اللي هو نير البورتال اريا، وزون 2 اللي هي الميد واي بين الاثنين، وزون 3 اللي هي الهيباتوسايت اراوند سنترال بي. الهيباتيك لوبيول دايما بيبقى شكله بيسموه ريكتانجولار، 1 2 3 4 5 6، لا شكل سداسي، بيبقى شكل سداسي اللوبيول، بيبقى السنتر بتاعه اللي هو السنترال فين، والبريفري بتاعته على كل بريفري في البورتال تراك اللي فيها ثلاثة ميجور استراكشر اللي هم دول. والزونز كل هيباتيك لوبيول ده بيتقسم لمالتيبل اسينس، ده اللي هو البيراميدال او تريانجل ده اسمه اسينس. كل اسينس من دول بيتقسم لزون 1 اللي هو ناحيه البورتال تراكت اللي هو البريفرال، وزون 2 اللي في النص، وزون 3 اللي هو اللي حوالين السنترال بين. ماشي، ودي تكبير تكبير للبورتال تراكت. البورتال تراكت ده بيبقى كونكتيف تيشو في الثلاثه ميجور، ده برانش من البين البورتال فين، وبرانش من البايل داكت، وبرانش من الارتري الهيباتيك ارتري. ماشي، واضحه كده يا دكاتره؟ دكتورة بس ايش اللوبيول؟ هما نفسهم اللي حكيت لك عنهم، الرايت لوب والليفت لوب ولا ايش لا، هذول؟ اللوبيول برضو ده بالهيستولوجي، يعني الرايت لوب والليفت بس لوب. انا كمان اللوبيول ده تصغير لوب، يعني اللوبيول ده موجود جوه اللوب، يعني بقى الليفر بقى اورجان كبير خالص كده، في مئات من اللوبيولز دي. الرايت لوب فيه لوبيولز والليفت لوب فيه لوبيول. ماشي، فيبان جروسلي كأنه فصين، لكن الفصين دول لو انا خدت سيكشنز منهم وبصيت عليهم تحت الميكروسكوب الاقي ان هم مالتيبل لوبيول، واللوبيولز دي فيها قسم. ماشي، فهم؟ ودكتورة يعني الهيبتك فين بيكون بال او هيبتك آه هيبتك فين هيبتك ارتري بيكونوا بالمنتصف الليفر مثلا يعني، ولا الميجور برانش بتاعهم، الميجور برانش بتاع الهيباتيك فين والهيباتيك ارتري بيبقى في الهايلم بتاع الليفر، بيسميه هايلم جروسلي في الاناتومي، هتاخدوه نص اسمه هايلم. الهايلم ده اللي بيخش فيه الميجور، بعد كده الميجور ده بيتفرع بيتفرع يصغر 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 لحد ما يوصل لللوبيولز اللي احنا بنقولها، يبقى برانش منه. يعني مش انا هنا في اللوبيول، مش الميجور برانش، مش الترانك بتاع الهيباتيك فين ولا البورتال، مش الترانك بتاع الهيباتيك ارتري ولا البورتال فين، دي برانشات صغيرة. فهمني؟ يعني اه تمام دكتورة. اه تمام أي بلاد سبلاي هيغذي أي أورجان بيبقى ترانك كبير، وبعد كده بيتقسم لأفرع ببرانشنج. يعني حتى أنت لما تشوف، لو أنت حتى شفت ليفر بتاع حتى دجاجة، يعني هتلاقي الكبدة بتاعت الدجاجة فيها متفرعة كده لفروع، البلاد فيزلز متفرعة لفروع أصغر عاملة زي الشجرة. الترانك كبير بيبقى داخل في المين الهايلم، وبعدين يتفرع بقى عشان يوصل لكل خلية. أمال هي الجسم الخلايا بتتغذى إزاي أصلا؟ مش بتتغذى أول حاجة بأرتري، والأرتري ده بيصغر بعد كده يبقى أرتريول، وبعد كده يصغر يبقى كابيلاري بلاد كابيلاريز، وبعدين يرجع الدم بقى لبنيول، وبعد كده فينز. فاهمني؟ تمام دكتورة هسه، بس بالنسبة للبورتال فين والهيباتيك ارتري البورتال سيركوليشن والهيباتيك ارتري، الاثنيناتهم بس يخلصوا بيصبوا بالهيباتيك فين؟ بيصبوا في الهيباتيك فين وبيرجعوا عن طريق الهيباتيك فين، يعني الدم بتاع الاثنين بيرجع عن طريق الهيباتيك فين، وبعد كده خلاص بيصبوا في الانفيرو بنكير. يعني فيش بورتال فين وبورتال ارتري. لا، ما فيش، في بورتال فين وهيباتيك ارتري. البورتال تمام فين من ضمن المغذي للليفر، يعني الليفر من ضمن الاورجنز اللي لها بلاد تو بلاد سبلاي، عشان كده الليفر رير انه يحصل فيه انفاركشن. فاكر لما اتكلمنا على الانفاركشن ان هو ستوبج للارتيريال بلاد سبلاي؟ لا، الليفر نادر انه يحصل فيه انفاركشن، يعني دايما بنسمع عن جلطه في البرين، جلطه في الهارت،
جلطة في الجد في الكدني، إنما عمرنا ما سمعنا عن جلطة في الكبد، صح؟ عمرك سمعت عن جلطة في الكبد؟ لا. ليه؟ لأن الليفر مغذي ليه كمان البورتال فين، بس البورتال فين الأكسجينيشن فيه أقل من الـ من الـ من الهيباتيك أرتري، فعشان كده بيسموه فين، هو متسمى فين مس نيمد يعني، فاهم؟ تمام دكتورة. بس فالبورتال سيركوليشن ده ده سيركوليشن داخليه غير السيستميك سيركوليشن. السيستميك اللي هي جايه من الاورطه وبعد كده بتدينا بقى البرانشات، بتدينا الهيباتيك، بتدينا رينال ارتري، وبتدينا الميزنتريك والبنكرياتيك ارتري كده، ده اسمه سيستميك سيركوليشن. وانما البورتال سيركوليشن ده بورتال سيركوليشن خاص بالجي اي تي بس، يعني سيركوليشن في الجهاز الهضمي بس. هتاخدوه بالتفصيل في الجي اي تي سيستم، هتاخدوا دكتورة الكلام في ده عندي في سؤال الاساس. ثاني، في عندي سؤال ثاني دكتورة، بالنسبة للبيجمنت اللي هي الهيموزايدرين، هسه هي بتكون الهيموزايدرين الهيموسيدرين. سيدرين الهيموسيدرين هي بتكون فري ايرون ولا بتكون او لا لا، فيريتين مع ايرون؟ فيريتين مع ايرون، يعني ايرون متشال على فيريتين، ما بتبقاش ايرون بس فري، ما بقاش ايرون فري، لا. تمام. دكتورة، أغلبك اليوم في لاب لأنه جروب اي بي ما أخذوا لاب امبارح. في لاب النهارده، أوكي، شكرا. في لاب تحبوا تاخدوه لو عندكم وقت دلوقتي ناخده دلوقتي الساعة 12، ولا عندكم حاجة تانية؟ عندكم حاضر، فهنرجع الساعة 1 إن شاء الله ناخد اللاب كلنا النهاردة، يعني كله يطلع. ماشي. دكتورة في بكرة محاضرة مرنة. في تمام. انا كنت وعداكم من الاسبوع اللي فات، انتوا عايزين تأجزوا وتاخدوا بكرة اجازة، خلاص براحتكم، عايزين تاخدوه، لان انا وعدت ان انا اشرح الاميلودوزيس تاني، بس فانتوا ايه رأيكم؟ متفقين على محاضرة بكرة ولا في أي اعتراض حد من طرف؟ لا دكتورة فيش اعتراض إن شاء الله. طيب خلاص ماشي. كده إن شاء الله كده يبقى خلصنا الشابتر السيل انجري، وتحاولوا تذاكروه كويس. ماشي يا دكاترة، تبدأوا تذاكروا من أول أدابتيشن وكل المحاضرات، وأي سؤال مش واضح أو أي جزئية مش واضحة قولولي. ماشي. فيكتوريا، أيوة. الأمثلة اللي بتحكيهم زي الأمراض وهي الأشياء مطلوبة منا، أنت بتعطيها كمثال خلال الشرح، يعني هي مو موجودة بالسلايد. الأنتي ايه؟ الأمثلة اللي بتعطيها على الأمراض وهي، يعني الأمثلة اللي بتذكريها ومش موجودة بالسلايدات كمان مطلوبة منا، صح؟ هي مطلوبة منكم بس مش بتفاصيل، يعني أنا بقولها في السياق بتاعها في السلايد. لأنه أنتي بتذكري اسم المرض، إحنا ما بيكون مر علينا قبل، فعشان نفهم لازم نروح نعمل عنه سيرتش لا، أنا بقوله لكم باختصار بس، مش مطلوب منكم التفاصيل بتاعته، يعني تفاصيل المرض أنتوا لسه ما خدتوهوش، لسه ما درستوهوش، فبس بتعرفوا اسمه والفكرة بتاعته من الديزيز اللي في سياق الكلام اللي إحنا بنتكلم. طيب، تمام، شكرا. بس يعني مثلا